السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. في اليوم ما شاركت معكم هذه الوصفة ديال الحريرة، كنتمنى تنال إعجابكم. فبالنسبة للمقادير فغنحتاج هنايا إلى الجزر وطماطم وبصل، كزبر والكرافس، سمن الحر، ملحة، توابل خرقوم، تحميرة، البصل، وسكينجبير والكمون وزعفران. فأنا استعملت هنايا في الحريرة ديالي 250 غرام ديال الكفتة. فالكفتة كتبقى اختيارية ماشي ضرورية. عندي هنايا البلبلة الأصلية، وعندي هنايا دقيق القمح الكامل، وعندي هنايا القليل من الشعرية والحمص. بالنسبة للحمص ديالي فأنا ما نقعتوش قبل في الماء، حيت أنا أصلا شريتو هكا مصبر هاد العلبة هادي. عندي هنايا العدس والطماطم المصبرة. فهنا كيف ما كتشوفوا وكيف العادة استعملت الخلاط الكهربائي باش نطحن فيها العناصر ديالي. فبالنسبة للطماطم فكيف ما عودتكم فدائما غنخليوها بالقشرة ديالها، حيت القشرة ديال الطماطم هي اللي كتعطي اللون الأحمر للحريرة. غادي نضيفو كاس صغير ديال الماء إلى العناصر ديالنا، ومن بعد غادي نخلطو. فبالنسبة للزيت فاستعملت هنايا القليل من الزيت النباتي، وضفت ايضا الزيت البلدية. فهنا كيف ما كتشوفوا غادي نضيف التوابل. فبالنسبة للطماطم المصبرة والسمن الحر فغنحاول نضيفهم قبل ما نضيف الماء. فغنحاول نكتفيو غير ملعقة كبيرة ديال الطماطم المصبرة. فغنحاول نضيف العدس واللحم المفروم قبل ما نضيف الماء.
ما كتشوفوا راني ضفت الماء، والماء خاصو يكون مغلي. غنخليو الحريرة ديالنا تطيب على خاطرها، وغنستمروا هكا في التحريك. ومن بعد غادي نرجعوا وغادي نضيفوا العناصر الاخرى. بالنسبة للدقيق فغنحاولوا نضيفوا ليه الماء وغنحركوه مزيان، عاد نضيفوه للحريرة. دابا غادي نضيفوا الحمص ديالنا، دابا غادي نضيفوا البلبولة ديالنا. من بعد ما ضفنا جميع العناصر تقريبا، فدابا غادي نضيفو الشعريه. فالشعريه دائما كنخليوها حتى تطيب الحريره مزيان، عاد نضيفوها. فاخيرا ها الحريره ديالنا واجده بالصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ويعجبكم الشكل النهائي ديالها. وبصحه فطوركم، والله يقبل صيامكم.